فيلم أبيجيل، تبدأ قصة الفيلم ويا طفلة اسمها أبيجيل، ونعرف انه هي راقصة بالية، وهي كانت راجعة من التمرين ويا السائق مالتها، وهنا نكتشف انه سيارتها مركب عليها جهاز تتبع، وبهاي الاثناء نشوف عصابة داخل بيتها قبل ما توصل، ولما وصلت أبيجيل ودخلت لغرفتها، ظهرت العصابة، فهم ضربوها أبرة مخدر واخذوها وخلوها بالسيارة، وبعدها راحوا للرئيس مالتهم اللي يكون اسمه لامبورت، ونعرف انه هم أول مرة يتعاملون وياه، ولما دخلوا للبيت لامبورت عرفهم بنفسه او قال لهم راح تبقون هنا لحد باكر او لازم تستخدمون اسماء مزيفه او ما لازم تحجون عن اسماءكم الحقيقيه ولا تحجون اي شيء يخص حياتكم. او لما سالوه عن الطفله ابيجيل وانه ايش راح يسوون بيها قال لهم انه ابوها رجل غني واني قررت اخطفها حتى اكسب من عنده فلوس هوايه. او قال الوحده من العصابه اللي اختار لها اسم جوي انه بس انت اللي راح تدخلين الغرفه الطفله. او بعد ما راح لامبورت افراد العصابه قعدوا سوا، فواحد من عندهم يكون اسمه دين، وهو قال لجوي انه انا اقدر اعرف منو انتو وشنو شغلكم، وانتو مربية اطفال وجابوش لهنانا حتى تعتنين بالطفلة اللي احنا اخذناها. وقال لفرانك انه انت الوسيط بيناتنا وبين لامبورت. اما ريجلز فهو حارس خاص، او سامي هي مخترقة وتشتغل لصالح السلطات الفيدرالية، وهنانا جوي قالت له انه كل تخميناتك علينا غلط، ففرانك طلع 100 دولار وقال لها اذا عرفتي اني منو راح تاخذين هاي الفلوس. فهي اخذت الفلوس وقالت له انه انت مبين من وقفتك انه انت كنت محقق، او بالفعل كلامها طلع صحيح. وبهاي اللحظه بيتر تحمس وطلع لها 100 دولار اخرى او قال لها خمني اني منو. فهي قالت له مبين انه انت متعرض للتنمر من اصدقائك وايضا متعرض للاستهزاء من اهلك لما انت كنت طفل او كانوا يوصفوك بالضعيف، فقررت تبني عضلات وتثبت انه انت قوي. فبيتر انطاها الفلوس لانه كلامها صح، وهنا سامي طلعت لها 20 دولار، او جوي اخذتها وقالت لها انه انت غنيه وجاي تشتغلين هذا الشغل للتسلية فقط. ففرانك قال لجوي انه انت كنت مدمنة وهسا انت جاي تتعالجين من الادمان. فجوي انزعجت لان هو عرف بحقيقتها، وهي راحت لغرفة أبيجيل وشافتها تبكي وخايفة، وهم كانوا مغطين عينها حتى ما تشوف شكل العصابة. فأبيجيل طلبت من جوي انه تشيل لها الغطاء اللي موجود على عيونها، وبالفعل جوي وافقت، لكن هي غطت وجهها قبل ما تشيله. وهنا أبيجيل قالت لها انه الكلبشات جاي تأذي ايديها، فجوي فتحت الكلبشات من ورا وربطتهم لقدام. او أبيجيل قالت لها انتوا ليش جبتوني هنا وش تريدون مني؟ فجوي ردت عليها وقالت انه احنا منتظرين ابوك يدفع لنا فلوس او بعدها احنا راح نرجعك. فأبيجيل قالت ابويا ما راح يهتم او ما راح ينطيكم شيء. فجوي تركتها وطلعت من الغرفه. او بعدها فرانك دخل الغرفة أبيجيل، ولما شافها فتح عيونها فورا غطى وجهها، وهو طلع المسدس مالته وخلاه على راسها وقال لها انت شفتي وجهي؟ فهي قالت له لا. وفرانك سالها عن اسم ابوها، فهي قالت له اسمه كريستوفر لازار. وهنا فرانك انصدم وطلع من الغرفة بسرعة، وهو قرر انه يلم غراضه ويروح، وقال الباقي العصابة انا راح اروح او انتو تقاسموا حصتي من الفلوس بيناتكم. وهنا جوي راحت ورا وسألتها عن السبب اللي خلاه يترك المهمة، وهو قال لها انه البنية اللي احنا ماخذيها تكون بنت اكبر زعيم عصابة، وهي شافت وجهي بسببك لان انت فتحت الغطاء على عيونها. فجوي قالت له انه لامبورت قال لي انه انت الوحيدة اللي راح تدخلين لغرفتها وانت خالفت كلامه ودخلت الغرفة البنية. فبيتر قال لها خلينا نقتلها ونخلص من هاي الورطة، او جوي ما قبلت وقالت لهم خلينا نبقى هنا ونخلص ال 24 ساعة او خلينا ناخذ فلوسنا ونروح. او بالفعل هم اقتنعوا بكلامها. او بعدها ريكلز قاعد يراقب المكان، او سامي قعدت بغرفتها، او دين كان يشرب ويتجول بالبيت، او بالصدفة شاف صورة أبيجيل معلقة بالبيت لكن هو ما كان بكامل وعيه، لهذا السبب هو ما ركز بالصورة وهو راح للمطبخ. وهنا انفتح باب القبو، فدين راح حتى يشوف من فتح الباب، او لما دخل فجأة سحب الشخص من رجله، فدين بدأ يصرخ. وبهاي الأثناء سامي كانت بغرفتها وهي سمعت الصوت ونزلت للمطبخ وشافت دين قاعد على الكرسي، ولما قربت من عنده اكتشفت أنه راسه مقطوع، فهي بدأت تصرخ وأفراد العصابة نزلوا وانصدموا من اللي شافوه. وهنا ريكلز حكى لهم عن القاتل فالديز اللي يشتغل ويا والد أبيجيل، وقال لهم أنه هو قتل 3 من عصابة كريستوف قبل ما تستجوبهم الشرطة رغم أنه الحراسة اللي كانت عليهم كل الشديدة، لكن فالديز قدر بذكائه انه يدخل ويقتلهم ويطلع. وهنا هم بدأوا يخافون انه كريستوف يرسل لهم فالديز ويقتلهم، فراحوا كلهم حتى يشوفون أبيجيل وهم لقوها نايمة. او ريكلز قال لهم انه انا راح انسحب من المهمة، وهو نزل وفتح الباب. وهنا شاف باب الحديد مقفول عليهم، فهم استغربوا لان هذا الباب ما كان موجود لما دخلوا للبيت، فحاولوا يفتحوه لأكثر من مرة لكن ما قدروا. او فجأة الشبابيك انقفلت بالحديد، فجاي راحت لغرفة أبيجيل وقالت لها
لها انت شفتي احد دخل للغرفة غيري اني والرجل اللي لابس النظارة؟ فابيجل قالت لها لا. وهنا جوي قالت لها اوعدينا انه ما تضمين علي سر. وبهاي اللحظة ابيجل بدت تبكي او قالت لها الرجل اللي لابس نظارة راح يأذيني اذا حكيت لك الحقيقة. او جوي قالت لها قولي لي شنو قالك وانا راح احميك. فابيجل قالت لها انه هو قال لي انه انا اسمي فالديز. وهنا ريكلز فتح باب غرفة ابيجل او قالت جوي اريد احكي وياك. فهي طلعت وقالت له انه فرانك هو نفسي تفالديز. او ريكلز استغرب وقال لها مستحيل يكون هذا الكلام صحيح لانه فرانك راد يترك المهمة. او جوي قالت له انه هو سوى هاي الحركة حتى يخدعنا. وهنا جوي وريكلز طلعوا اسلحتهم وقرروا انه يحمون بعض حتى يطلعون من هذا المأزق. او ريكلز راح باتجاه او جوي راحت باتجاه ثاني، لكن جوي التفتت او شافت ريكلز واقف بمكانه. او هي استغربت وقربت عليه وانصدمت لما شافت وجهه معضوض بطريقة غريبة، فهو فورا وقع بالارض ومات. او جوي راحت على فرانك ووجهت السلاح عليه او قالت له ابيجل حكت لي كل شيء وانه انت فالديز وانه انت اللي قتلت دين وريكلز. وهنا فرانك طلع سلاحه وقال لها انه هاي الطفلة ضحكت عليك وخلتك تصدقين بهذا الكلام واحنا لازم نحاسبها على اللي سوته. ففرانك رسل بيتر لغرفة ابيجل او جوي راحت وراه حتى تحميه. فهي دخلت للغرفة او شافت بيتر موجه سلاحه على ابيجل او جوي سحبت السلاح منه. وهنا دخل فرانك للغرفة او ابيجل فتحت الكلبشات وبدت تصرخ بصوت عالي او فجأة تحولت الى مصاصة دماء. وهي صعدت على ظهر بيتر وحاولت تعضه، لكن باخر لحظة فرانك صوبها بالسلاح براسها وهي وقعت بالارض وهم فكروا انه هي ماتت. وبهاي اللحظة ابيجل صحت ومسحت الرصاصة وتماما اختفى اثرها. او بعدها جوي خافت منها او بدت ترمي عليها الرصاص، لكن ابيجل ما كانت تتأثر ابدا. وهم طلعوا من الغرفة وقفلوا الباب عليها او قعدوا يفكرون بخطة حتى يتخلصون من ابيجل. ففرانك قال لهم انه احنا لازم نتسلح ونقتلها. او جوي قالت له انه اكبر خطأ نسويه هو نقتلها لان هي ذكية والاسلحة ما راح تأثر بيها. لكن فرانك كان مصر على قراره او راح هو وبيتر وسامي لغرفتها. ولما فتحوا الباب ما لقوها. فهنا اشتغلت موسيقى بالبيت وهم دوروا عليها بالبيت لحد ما لقوها بوحدة من الغرف ترقص ويا جثة دين. ولما شافتهم رمت الجثة او رجعت طبيعية. او بعدها سامي هجمت عليهم او ابيجل رجعت وتحولت الى مصاصة دماء او بدت تضرب بسامي. او لما بيتر قرب حتى يساعد سامي ابيجل هجمت عليها وبقت تضرب بي. وهنا فرانك جاب حديدة، لكن قبل لا يضربها هي التفتت عليه واخذت الحديدة وضربتها برجله. فهم قاموا ثلاثتهم وطلعوا من الغرفة. او جوي اجت حتى تعالجهم وقالت لهم انه انا عندي نفس حقنة المخدر اللي خدرنا ابيجل بيها لما اخذناها من الشارع. ففرانك قال لها يمكن هي كانت تظاهر انه هي نايمة. فجوي قالت له انه انا فحصت نبضها وتنفسها وهو كان بطيء ومنتظم. او قالت لهم احنا راح نفترق واللي يلقاها يبلغني بمكانها حتى اخدرها بهاي الحقنة. او بالفعل هم وافقوا وانتشروا بالبيت. او سامي دخلت بمكان مليء بخيوط العنكبوت وهي علقت بيناتهم او بدت تصرخ بصوت عالي. او فجأة هي وقعت بحوض مليان بالجثث. وبهذا الوقت ابيجل شافت بيتر وهو هرب منها، فهي بقت تركض وراء لحد ما وصل يم الدرج. وهنا فرانك فتح الباب بالغلط ووقع بيتر من الدرج. او ابيجل دفعت فرانك ووقعته هو ايضا. وبهذا الوقت سامي قدرت انه تطلع من الحوض وهي حاولت تساعد فرانك، لكن ابيجل عضتها من ايديها. او بعدها بيتر هجم على ابيجل وقدر انه يسيطر عليها، فجوي حقنتها بالمخدر. وهنا ابيجل صحت ولقت نفسها بقفص حديدي. فهي سألتها وقالت لها انه انا راح اتحول مصاصة دماء بعد ما عضتيني. فابيجل قالت لها يمكن. وهنا سامي بدأت تصرخ لان هي خايفة انه تتحول الى مصاصة دماء. وفرانك قال لابيجل احنا نعتذر منك واحنا ما كنا نعرف انه انت مصاصة دماء ولا كنا نعرف انه ابوش هو هذا، واذا عرفناك كان ما خطفناك. وابيجل قالت لهم انه انا خططت لكل شيء وانا اللي جبتكم هنا. او لامبرت يشتغل الصالحي. فابيجل نادت سامي باسمها الحقيقي اللي هو جيسيكا او قالت لها انت بديت بطريقك المهني بالسرقة او سرقت من حساب اهلك او بعدها بديت تسرقين من حسابات خاصة بالخارج او بالنهاية سرقت من حسابي. فسامي قالت لها انه انا راح ارجع كل اللي سرقته منك. فابيجل تجاهلتها وقالت البيتر انه انت اسمك تيرنس وانت كنت قاتل مأجور لعصابة مونتريال، لكن زملائك بالعمل كانوا يسخرون منك بسبب ذكائك المحدود. لهذا السبب انت سرقت المنظمة اللي تشتغل بيها واللي هي تابعة لامبراطوريتنا. او اجت دور لفرانك وقالت له انه انت كنت محقق وانه اسمك ادم وكنت تريد تدخل لمنظمتنا بنيويورك على انه انت عميل متخفي وانت قبضت على ثلاثة من رجال ابويا، لكن انا قتلتهم
قبل ما يتم التحقيق وياهم. واخيرا ننتقل لجوي، وابيجل قالت لها انه انت اسمك انا وانه انت مسعفه عسكريه سابقه مطروده من الخدمه. لهذا السبب رحت اشتغلت مسعفه متخفيه للاشخاص المشبوهين، وبمره من المرات كنت جاي تطلعين رصاص الرجل مهم وهو من رجال ابويا، فقطعت شريانه بالغلط وهو مات بسببك. وابيجل كملت كلامها وقالت لهم اذا فتحتوا القفص وطلعتوني من نانه راح اترك اثنين من عندكم عايشين. فبيتر طلع سلاحه وراح باتجاه القفص حتى يفتحه، لكن جوي صوبته باخر لحظه وهي اخذته حتى تعالجه، او سامي راحت وياها، وفرانك بقى يحرس القفص. فابيجل قالت له طلعني من القفص وراح اتركك عايش. ففرانك طلب منها انه تقول له طريق الخروج من هذا البيت بمقابل انه يفتح لها القفص، فهي وافقت وقالت له روح للمكتبه على الجدار الايمن راح تلقى باب سري. وهنا فرانك خدعها وقال لها انه انت غبيه وانه انا ما راح افتح لك القفص، فهي بدت تضحك بشكل هستيري او دفعت الباب وطيرته وقربت عليه وكانت ناويه انه تعضه، لكن باخر لحظه جوي دخلت وكسرت الشباك او دخل ضوء الشمس، والضوء صار على ايد ابيجل وانقطعت ايدها لانه مصاصين الدماء ما يتحملون ضوء الشمس، لكن ايدها رجعت وتنمو بشكل طبيعي. وهنا جوي اخذت فرانك وراحوا للمكتبه، وفرانك دور على الباب السري لكن هو ما لقاه، فعرف انه ابيجل خدعته. او بعدها سامي قالت لهم لازم نلقى مصدر الطاقه حتى نطفيه او نفتح الاقفال، فهم اتفقوا انه ينقسمون جزئين، او سامي راحت هي وبيتر او بداوا يدورون على مصدر الطاقه. فبهاي اللحظه سامي باوعت على ايدها وشافت العضه اختفت، او فجاه هي تحولت مصاص دماء وهي هجمت على بيتر وعضته فهو فقد وعيه. وهنا جوي وفرانك اجوا عليها، او سامي دارت وجهها حتى يقربون منها وتعضهم، لكن جوي كشفتها وهربت هي وفرانك. او سامي لحقتهم لحد ما وصلوا للمكتبه او وقفوا تحت الضوء، او لما سامي قربت منهم جوي عكست الضوء عليها عن طريق الصينيه وهي قدرت انه تفجرها. او بعدها انفتح باب سري بالمكتبه، او جوي وفرانك دخلوا بيه او لقوا لامبرت موجود بالداخل وهو ايضا متحول الى مصاص دماء. او لامبرت قال لفرانك انه ابيجل حولتني قبل سنتين وهي هددتني بعائلتي، او مهمتي صارت هي انه اجيب لها الاعداء لهنا، لهذا انا اريدك تساعدني حتى اقتلها، او انا راح انطيك كل شيء تتمناه، لكن انت لازم تتحول مصاص دماء حتى تكون قوي. وكريستوف جاي بالطريق واحنا لازم نقتله هو وابيجل او ناخذ كل شيء عندهم، ففرانك وافق. وهنا لامبرت ضرب راس جاي بالعمود واغمى عليها، وهو قرب من فرانك وعضه وحوله الى مصاص دماء، فهو التفت على جوي وشافها رجعت لوعيها وقال لفرانك انه هاي ضحيتك الاولى. فهنا فرانك قام وقتل لامبرت، وبهاي اللحظه دخلت عليهم ابيجل وهجمت على فرانك، لكن هو عضها وخلاها تفقد الوعي. وبهذا الوقت جوي ضغطت على الازرار وقدرت انه تفتح الابواب والشبابيك، وهي طلعت من الغرفه وحاولت تفتح باب المكتبه لكن هي ما قدرت. وهنا فرانك لقاها وهو كسر الباب ودخل جوي بالمكتبه وبدا يعذبها وحاول انه يرميها من فوق، لكن باخر لحظه ابيجل لزمتها وقالت لها انه انا ما اقدر اقتل فرانك وحدي او لازم تساعديني، وانا راح اتركك تطلعين من هنا. فجوي وافقت، وبهاي اللحظه فرانك نزل عليهم وبداوا يتقاتلون، لكن فرانك صار اقوى من ابيجل وقدر انه يمتص دمها وخلاها تفقد الوعي مره ثانيه. فهو راح على جوي وعضها وقال لها انه انت صرتي تابعه الي، او انا امرك ان تقومين تقتلين ابيجل. فهي قامت تمشي باتجاه ابيجل، او فجاه التفتت على فرانك وحاولت تقتله، لكن هو ضربها ورماها بعيد. وهنا ابيجل صحت وهجمت عليه، فجوي جابت الخشبه وضربتها بيها وفرانك انفجر. او بعدها جوي سالت ابيجل وقالت لها انه انا راح ارجع اتحول مصاص الدماء، فابيجل قالت لها انت راح تكونين بخير ما دام فرانك مات. او جوي راحت باتجاه الباب، وهنا اجى كريستوف وحاول يعض جوي، لكن ابيجل منعته وقالت له انه هي ساعدتني. وكريستوف قال لجوي روحي من هنا بسرعه لانه صار موعد عشانه. فجوي خافت وطلعت من البيت بسرعه وركبت بسيارتها وراحت، وكريستوف رجع بنته وهم انتقموا من العصابه بالكامل. ولهنا تكون نهايه الفيلم.